بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا اينما كنتم، ما زلنا نتواصل ونجدد لكم التحيه واللقاء من جديد من هنا من موقعنا الرياضي من عاصمه الميادين، ومع انطلاقه الشوط 24 المخصص للابكار. هو شوط قبل الختام لهذا اليوم. يتواصل معكم في التعليق معلقكم ومحدثكم حمدان بن سالم اليحافي. نذهب مباشره الى مقدمه الشوط والى المركز الاول، ومن تتصدر القائمه في هذه اللحظات وتعلن الوجود على الصداره وعلى المركز الاول. ونجد في المركز الاول هي الشرق العبد الله بن عوده البلوي، هي في مقدمه الشوط وفي المركز الاول. الدور المركز الثاني، ونجد في المركز الثاني صوغه العليبي لميل الوهيبي. ثالث المراكز تاتينا مشاهدين الكرام اللي هي من تحمل رقم 23 ولم دون عندنا اسمها واسم مالكها، وارجو المعذره من مالكها لانها ما سجلها عندنا في اللست. المركز الرابع، اللي في المركز الرابع تاتينا مثيره الخالد بن سعيد بن مطر بن فرحه. الدور المركز الخامس، والمركز الخامس نجد في المركز الخامس الشاهينية محمد بن سالم بن حبروت، هو في خامس المراكز الينيبي. النداء الأول للخمس المراكز الأولى المتقدمة بالوفاء والتمام. ونعود مع الشرق. الشرق لا زالت في مقدمة الشوط، العبد الله بن عودة البلوي هي في مقدمة الشوط وفي المركز الأول. تليها واللي غيرت في هذه اللحظات وانتزعت المركز الثاني، نجد الشاهيني سالم بن علي بن طناف الدرعي، غيرت وانتزعت المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث، اللي في المركز الثالث تأتينا اللي هناك في المركز الثالث تحمل رقم 53 ونجد اللي هي 53 مشاهدينا الكرام سلهوده. سلهوده تعود ملكيه المطر بن حمد بن عمير الشامسي، اذا صح الكلام هي من تحمل رقم 53. الدور المركز الرابع، اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات غيرت وانتزعت المركز الرابع، نرى مثير الخالد بن سعيد بن مطر بن فرحه. المركز الخامس، اللي في المركز الخامس من تحمل رقم 56 شوق السيف بالمر النعيمي، هي في خامس المراكز. النداء الثاني مشاهدين الكرام متابعينا اينما كنتم للخمس المراكز الاولى المتقدمه بالوفاء والتمام. ونعود مع التغيير اللي طرى وجرى، التغيير اللي طرى على الانطلاق الاول على المركز الاول اللي غيرت في هذه اللحظات من تحمل رقم 86. تتواجد معنا من تحمل رقم 86 اللي عم قدمت الشوط، ونرجو المعذره لن نلتمس اسمها واسم مالكها، هي في مقدمه الشوط ومن تحمل رقم 86. حد يعطينا اي معلومه عن اللي في المقدمه؟ نعود الى المركز الثاني وننتقل للي في المركز الثاني في هذه اللحظات. سلهوده ابراهيم بن حمد النعيمي، الدور المركز الثالث، ونرى في المركز الثالث في هذه اللحظات اللي في المركز الثالث ايضا من تحمل رقم 56 ولا مدون عندنا اسمها واسم مالكها. يا سلام، حمد بن سالم الوهيبي هي من تحمل رقم 56 وغيرت وانتزعت المركز الثاني في هذه اللحظات. تنتزع المركز الاول، المركز الثاني من تتراجع من تحمل رقم 86. الدور المركز الثالث ورا سلهوده الابراهيم بن حمد النعيمي. اما المركز الرابع، اللي في المركز الرابع تاتي ازعاج لغدير بن حميد الوهيبي، هي من غيرت في هذه اللحظات وانتزعت المركز الثالث. يا سلام، اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات وتنتزع المركز الرابع. نرى اللي في المركز الخامس راشد بن شيم الشامسي تنتزع المركز الرابع. اما المركز الخامس ازعاج الغدير بن حميد الوهيبي. نداءنا الثالث للخمس المراكز الاولى المتقدمه بالوفاء والتمام. نعود مع المقدمه، نعود مع الانطلاق. يا سلام، اذا جميل من تحمل رقم 56 ولا عندنا اسمها واسم مالكها، هي على الانطلاق الاول على المقدمه على الصداره. اذا جميل، اذا مميز على ما اظن حمد بن طويرش الوهيبي، ولكن التغيير يبدو. حمد بن سالم، عفوا، حمد بن سالم الوهيبي هي في ثاني المراكز، ولكن التغيير طرى وجرى الى مقدمه الشوط. من ارى اللي هناك اللي هي تحمل رقم 29 راشد بن شيم الشامسي، هي في مقدمه الشوط، ولكن التغيير يبدو ايضا، ولا تسلم الامر لاي مطيه في هذا الشوط من حمد بن سالم الوهيبي اللي هي شواهين الحمد بن سالم الوهيبي في مقدمه الشوط. المركز الثاني ايضا شواهين اخر راشد بن شيم السامسي، ولكن المركز الثالث ارى هناك بنت الحنيش ناصر بن سعيد بن محسن الغيلاني، ورا الدخول. يا سلام، التسلل المسموح من مثل هذه اللحظات من تحمل رقم 90 ولا مدون عندنا مشاهدين الكرام، من تحمل رقم 90
حد يعطيني أي معلومة عنها في ثالث المراكز، وأيضا انتقل إلى المركز الرابع وأنا قد من تحمل رقم 63 الشرود 90. مشاهدين الكرام، من في المركز الثاني الخليفة بن أحمد بن شملان الفلاحي هي في ثاني المراكز، ولكن يغير في هذه اللحظات أداء جميل مشاهدين الكرام من 11 اللي هي الدجورة محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي، ولكن من الجانب الآخر يا سلام يا سلام المركز الرابع أرى الدخول، وأيضا 46 في هذه اللحظات يتواجد عندنا من تحمل رقم 46 في هذا الشوط، تغير وتن الشاهينية تعود الملكية السالم بن عتيق بن قوم، غيرت وانتزعت المركز الرابع، ولكن بعود مع المقدمة بعود مع الانطلاق يا سلام راشد بن شيم الشامس اللي هي شواهين الشاهينية، غادرت الجميع وانطلقت انطلاقة الفوز والانتصار يا سلام، هي في مقدمة الشوط في المركز الأول، من ثاني على المراكز حمد بن سالم الوهيبي، ولكن أعود بالتهني لراشد بن شيم الشامسي المركز الثاني، حمد بن سالم الوهيبي المركز الثالث، شقرا لحمد بن محمد بالشيقي العامري المركز الرابع، اللي في المركز الرابع وصلت من تحمل رقم 6 ولا مدون المركز الرابع من تحمل رقم 6 محمد بن الشيبه السبوسي، اما خامس المراكز اللي في المركز الخامس وصلت من تحمل رقم 46 اللي هي مشاهدين الكرام الشاهينيه سالم بن عتيق بن قوم، تهانينا وناموس للفائزين جميعا، وتهانينا الى مالك الشاهينيه راشد بن شيم الشامسي على هذا الفوز والانتصار في هذا الشوط، ونرجو المعذرة من المتابعين لأن الأسماء التوقيت الزمني مشاهدين الكرام، نرجو إعادة المركز الأول من مخرجنا لكي نعطي الوصف الكامل للتوقيت الزمني في هذا الشوط اللي في مقدمة الشوط ونالت المركز الأول، نرجو الإعادة من التوقيت الزمني راشد بن شيم الشامسي، تهانينا له والفوز وناموس التوقيت لن يحالفنا مشاهدينا الكرام في هذا الشوط، وأحيل الميكروفون.